كاميرا لتبين ما يجري الآن. قبل قليل لجأ المحتجين إلى أو منفذي هذه الوقفة إلى الدخول إلى هذه البساتين وهذه الزروع باتجاه أو محاولين التوغل باتجاه المنطقة الحدودية، أو حتى تم استخدام الغاز المسيل للدموع يعني لإبعاد هؤلاء منفذي الوقفة من يعني الوصول إلى المنطقة الحدودية. الآن ونحن على في هذا الظهور بدأنا نشهد رائحة هذه المسيل للدموع الذي بدأ إطلاقه على منفذي هذه الوقفة بعد أن حاولوا كما يظهر في الصورة التغول باتجاه المنطقة الحدودية. وأيضا كان هناك حديث بأنهم يريدون أن يعني من خلال الدخول في هذه المناطق الزراعية الوصول إلى جهة أقرب باتجاه العمق باتجاه الحد الأردني مع فلسطين التاريخية. طبعا كانت قبلها بقليل درجات الحرارة قد تزايدت بشكل كبير ولافت، لجأ بعض منفذي هذه الوقفة إلى الاستظلال ببعض الأشجار أو بسياراتهم. بعد ذلك بدأ بدأ يحاولون التوغل. نعم معاذ، إذا كنت لا تستطيع التحدث أترك لنا الصورة. بعد أن بدأ التوغل بشكل كبير وبدأت أعداد بالمئات تدخل باتجاه هذه البساتين الزراعية، تم استخدام هذا الخيار وهو الغاز المسيل للدموع لتفريق هؤلاء الناس المحاولين للاقتراب أكثر باتجاه الحدود. وهنا يعني أنقل لك الصورة، عند اقتراب من المنطقة الحدودية هذا يشكل خطر على حياتهم بسبب يعني بحسب ما تحدثنا هنا مع بعض منفذي الوقفة، خصوصا وأن بعضهم لم يتجه إلى هذا الخيار. كان هناك البعض من اتجه إلى هذا الخيار بعد مدة من الوقفة والحماسة باتجاه الحدود، ولكنها تشكل خطر على سلامتهم خصوصا وأنها منطقة حدودية وعلى التماس مباشرة مع الحدود المقابلة. وهذه الحدود يعني يحكمها كما قلت لك أعراف وبروتوكولات دولية وتعامل، ومن المعروف أن المناطق الحدودية يتم التعامل معها بشكل حساس جدا، وقد يكون أحيانا خيار الرصاص الحي هو الخيار الأول في المناطق الحدودية، وهذا يدخل أيضا في عدة اتفاقيات دولية تخص الدول وسيادة الدول على المناطق الحدودية. هل نستطيع قبل هذا التطور في الوقفة هنا؟ نعم أعتذر معاذ، ولكن هل نستطيع الحديث بأنه تم تفريق المتضامنين الآن بشكل نهائي، أم أن بعضهم ما زال متواجد كما نرى في الصورة، والبعض أيضا نراه يتجه باتجاه المزارع بشكل أكبر الآن، يعني بعض الشبان يندفعون باتجاه هذه المزارع مجددا. طبيعة ما يحدث، إن كنت ترى أيضا معي ما يحدث الآن، كيف يمكن تفسيره وكيف يمكن التعامل والتعاطي معه من قبل الأجهزة الأمنية في الساعات القادمة؟ عبد الله، يعني للآن نسمع بعض أصوات إطلاق هذه القنابل المسيلة للدموع أو الرصاص المسيل للدموع، إلى الآن نسمع هذه الأصوات، خصوصا وأنه قبل هذا التطور الذي شهدناه هنا كان عدد من هؤلاء المنفذين لهذه الوقفة الاحتجاجية يحاولون الوصول إلى منطقة أخرى، قيل أن فيها عدد من الأناس الذين يريدون الوصول إلى هذه الوقفة الاحتجاجية جاءوا من محافظات الشمال، فكان هناك بعض المجموعات المتفرقة في أكثر من مكان وكانوا يحاولون أن يجتمعوا في مكان واحد. إلى الآن هذا الخيار المسيل للدموع لم يعني يقوم بفض كل الوقفة الاحتجاجية كما تشاهد، ما زال هناك أناس موجودون في الساحة التي يعني التأمت فيها الوقفة منذ البداية، وأيضا هناك أناس ما زالوا بين الشجيرات في هذه الوحدات الزراعية أو يحاولون التوغل بعد انتهاء هذه الطلقات. أيضا إذا ما شاهدت بالقرب من الحدود إلى الأمام قليلا نشاهد أيضا أعمدة دخانية، يعني لا نعرف إن كانت هي نفس المكون مسيل للدموع أو هي نيران أخرى، ولكن سمعنا خلال سؤالك في هذا اللايف وأنت تطرح علي السؤال سمعنا عدد من طلقات مسيل الدموع قد انطلقت. إلى الآن لم تفرق الجموع، إلى الآن نشهد أحيانا توافد
من مناطق أخرى باتجاه هذه الوقفة، على الرغم من أنه قبل أن يحصل هذا التطور كانت درجات الحرارة بسبب انتصاف الشمس ووقت الظهيرة قد ارتفعت كثيرا. لجأ البعض إلى سياراته أو لجأ إلى بعض ظلال الأشجار بانتظار وصول أعداد أخرى أو استمرار هذه الوقفة. إلى الآن هناك أناس يحاولون كما تشاهد في الكاميرا الوصول إلى نقاط أقرب، بعض الناس تفرقت وغادرت الموقع ولكن ما زال هناك تواجد، ولكن أعداد لم تعد الأعداد كما كانت عليه في بداية الوقفة. هنا أيضا أحب أن أضيف نقطة مهمة.